تتواصل خطة وزارة الكهرباء والماء لإنجاز مشروع العدادات الذكية الذي يساهم في ترجمة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ويحقق نقلة نوعية في مجال استهلاك الطاقة والترشيد. جهود حثيثة تبذلها الوزارة في هذا الشأن، إذ من المتوقع أن يتم تبديل 800 ألف عداد في فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة لتغطية كافة مناطق البلاد وإتمام هذا المشروع. قام فريق من وزارة الكهرباء والماء برفع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات ذكية في محافظة حولي وبالتحديد القطاع الاستثماري، ويتوقع استكمال استبدال جميع العدادات في البلاد خلال فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. احنا في صدد الحين تركيب العدادات الذكيه في محافظه حولي، تم الانتهاء من منطقه السلميه والحين جاري في تركيب العدادات في منطقه حولي. بدأنا في منطقة حولي من قطاع واحد، الحين واصلين احنا قطاع 10، باقي لنا بس قطاع 11 وقطاع 12، ننتهي ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام ان شاء الله نخلص من حولي وننتقل الى منطقة الفرعونية. احنا المنظومة اللي احنا حاطينها في الوزارة منظومة متكاملة. اول شيء فريق المسح الميداني، يتم المسح الميداني، ثم فريق تحديث البيانات، ثم الى تحديث تركيب العدادات. لما يتم تركيب العدادات ناخذ احصائية العدادات كلها ونحولها الى فريق الأنظمة. هني راح ياخذون شريحة العداد يخزنونها في السيرفر الوزارة. يتم في عملية استبدال العدادات تضع خطة مسبقة، يعني خلينا نقول في اليوم هذا ناخذ 900 عداد 1000 عداد على كم عمارة، 20 عمارة 30 عمارة، يتم وضع لها خطة مسبقة في قبل لا تكون عملية الاستبدال، ويجون هنا ويستبدلونها على النظام اللي احنا ماشيين عليه، الخطط اللي احنا ماشيين عليها. يعني احنا نكون مبلغينهم قبلها بيوم، راح نجي اليوم التالي نقوم فيه عملية استبدال العداد. وداعا للفواتير القديمة، ووداعا لتراكم المبالغ على المستهلكين، ووداعا لقراءة العدادات، حيث يستطيع الآن المستهلك دفع ما عليه ومعرفة استهلاكه اليومي للطاقة الكهربائية عبر هاتفه الشخصي. بعد استبدال العداد يتم ربطه عن طريق بالنظام، عن طريق الساب استبدال الميكانيكي الذكي، ومن ثم ربطه بالنظام مساهلة على المستهلك وأصحاب العقار كامل، حيث يتم استبدالها أول بأول ويعرفون استهلاكهم، يعني جميع تفاصيل استهلاكهم عامة. تحرص وزارة الكهرباء والماء على تطوير جميع الخدمات التي تقدمها للعملاء عن طريق الخدمات الإلكترونية، مما يسهل على المستهلك سداد المبلغ بكل يسر وسهولة وتفادي الزحام. نجيب القحطاني لتلفزيون دولة الكويت.